يقول هل يمكن أخذ العلم من أحد العلماء إذا كان صاحب بدعة مع العلم أنه لا يدعو لها ولا يشهر بها؟ طبعا لا شك أن السلامة لا يعدلها شيء، وأن أخذ العلم ينبغي أن يكون عن أصحاب السنة، فاعمد إلى صاحب السنة فتفقه على يده، لأن صاحب البدعة وإن كان لا يدعو إليها فإنه يؤثر في من يأخذ عنه، فصاحب البدعة قد يكون كريما وقد يكون ودودا وقد يكون صاحب خلق رفيع فيؤثر في من يأخذ عنه الفقه، فيظن ذلك الطالب أن ذلك الخلق وتلك الفضائل إنما جاءت من قبل معتقده ومنهجه، كيقول لك شوف هذا تبارك الله كي كيتعامل شوف كذا كذا وراه يمكن المنهج ديالو احسن من والاخرين، راه شويه قاصحين الاخرين، متشددين الاخرين شويه عندهم الصرامه، مع ان هذه ليست مقاييس، ولكن الانسان اذا طلب العلم على رجل فلا شك انه يذل له ويحترمه ويوقره، فربما تاثر به وتاثر بجميع ما عنده من بدع. ثم قضية لا يدعو لها هذا يعني تخمين، وإلا فلا أعلم أحدا يعني لا يدعو لما يعتقده، يعني أي واحد صادق في تدينه فإنه يدعو إلى ما يعتقده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، سواء كانت سنة أو بدعة، لأنه إذا كان صادق وكيعتقد بأن ذيك البدعة هي الحق فإنه لا شك لا يريد أن يحرم طلبته من ذلك، يقولون شوفوا وليدي خصكم تديروا كذا وخصكم تعتقدوا علم الكلام وتعتقدوا التأويل وتعتقدوا كذا وتعتقدوا كذا، لا بد غدي ولا شك أنه يبث ذلك شيئا فشيئا. إذن العلماء يضيقون هذا المجال تضييقا كبيرا، ولا يرخصون فيه إلا عند الضرورة القصوى، وفي بعض العلوم التي ليست بأصلية كعلوم الآلة مثلا، واحد بغيت يتعلم عليه النحو هو عنده مثلا بدع عقدية وعنده أمور، ولكن هو متقن لعلوم الآلة، بيتأخذ عليه مصطلح الحديث، بيتأخذ عليه النحو، بيتأخذ عليه العروض، بيتأخذ عليه البيان ولا البديع ولا شيء أمور من هكا ممكن مع التحفظ الشديد، لأن في هذا يعني مزالق كثيرة بالنسبة للشخص الذي يتتلمذ له، وأيضا بالنسبة لكونه يغرر بغيره، ممكن انت تكون عندك شي شويه ديال الحصانه وتقول واخا غادي نمشي عنده وانا راد البال وفاهم عقيدتي وكذا، ولكن ينظر الناس اليك ممن هو دونك، يورا فلان كاع كيقرا عليه، كون كان عنده شي بدعه راه ما يمشيش عنده فلان، فتغرر بغيرك وربما تكون سببا في انحرافهم. فلذلك كما قلت بدايه السلامه لا يعدلها شيء، وابحث حتى لا تجد احدا، حينئذ لك مندوحة إن شاء الله تعالى مع التحفظ الشديد من ذلك، والله أعلى وأعلم.